السلام عليكم ومرحبا بكم معايا مرة أخرى على القناة في فيديو جديد. نتمنى تكونوا على خير وبصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. اليوم بغيت نشارك معاكم المسمن العادي التقليدي بالطريقة ديالي، فخليكم معنا إن شاء الله باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. فهنا خديت واحد القصعة ووضعت فيها الدقيق ما يعادل 400 غرام، فأنا عبرت بالكاس 4 ديال الكؤوس الشاي، وعندي 2 كؤوس ديال الفينو او الدقيق الصلب الرقيق، وغادي نحتاج ملعقه كبيره ديال السكر وملعقه صغيره مملوءه ديال الملح، وكيبقى الملح على حسب الذوق. وغادي نحتاجو واحد الساشي ديال لوفير شيميك او خميره الحلويات، وغنخلطوا المكونات باش ينسجموا قبل ما نعجنوهم. وبالنسبه للعجين غادي نعجنوهم بالماء دافي شويه، ما يكونش سخون وما يكونش بارد، وغنخلطوا العجين ديالنا وغادي ندلكوه شي شويه. ضروري من عمليه الدلك باش كيجي معانا زوين وناجح. وغادي نخليوه مدة واحد 3 أو 4 ساعات، وراه ما كتضيعش العجينة، ما نخافوش عليها. غادي نخليه يرتاح ونقضي الشغل ديالي حتى نكمل، وغادي ندوز باش نفرقو الملاوي ديالنا او المسمن. فمن بعد ما ارتاحت ليا العجينة ديالي غادي نشكلها كويرات، وغادي نوضعها في واحد بلاطو او لا شي صينية، وهانتوما معانا. فمن بعد ما كملت التشكيل ديال الكويرات ديالي غطيتهم بفيلم اليمونتير ودرت لهم واحد المنيدل، وغادي نخليهم يرتاحوا مده 10 دقائق. فمن بعد ما ارتاحوا غادي ناخذ الكويره وغادي نبسطها مزيان بالاستعانه ديال الزيت على سطح العمل. فالطريقه راها سهله وباينه، وهانتوما معنا الى نهايه الفيديو باش نشوفوا ان شاء الله الطريقه ديال المسمن ديالنا اليوم. كنبقاو مستمرين بنفس العمليه، كنبسطوها مزيان حتى كترقق لينا العجينه، وغادي ناخذ شويه من السميد او سميد هاد الحرشه باش بها كنفرقوا المسمن. كنطويو واحد الطرف على الوسط وكنديروا شويه الزيت وشويه ديال السميد، ونطويو الطرف الثاني بهاد العمليه. هذه راها سهله وواضحه وباينه، وهانتوما معنا الى نهايه الفيديو ان شاء الله.
وكان هذا هو المسمن ديالي ديال اليوم. نتمنى الطريقة ديالي تعجبكم وتجربوها، ونتمنى نكون خفيفة على قلبكم. وشكرا لكم بزاف على المتابعة، وخليتكم على خير. إلى فيديو آخر إن شاء الله.